الصبر كما قلنا ونقول دائما مفتاح الجنة. كلمة السر التي تعبر بها إلى الجنة هي الصبر، والصبر لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان هناك بلاء أو ابتلاء أو اختبار أو ضيق في العيش أو ظلم أو أذى أو نقص أو خوف أو جوع أو حزن أو وسواس أو اكتئاب. مشاكل الدنيا كثيرة جدا، الإنسان قد يبتلى بأن يتعرض لظلم من أقرب الناس له، ولكن عندما يصبر ويحتسب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يشعر بسعادة غامرة. فالصبر له أثر علمي أيضا، وليس مجرد أثر نفسي أو أثر أخروي. معظم الناس يعتقد أن الصبر هدفه أن نحظى برضا الله فقط، وأن نحصل أو نحظى بالدار الآخرة أو بنعيم الآخرة. هذا صحيح، ولكن هناك فوائد عاجلة، الله يعطينا فوائد عاجلة للصبر لكي نتلذذ ونستمتع ونشعر بحلاوة الصبر. أكثر ما يدمر القلب اليوم هو الغضب. الغضب هو عكس الصبر، يعني أنت إما أن تغضب وتنفعل وتنتقم وتحقد وتحاول أن تفعل أي شيء لتأخذ حقك أو لتؤذي من أمامك أو تنتقم ممن أمامك، هذا طريق. الطريق الآخر هو أن تصبر وتحتسب وتهدأ. كل أطباء العالم يقولون لك إن الصبر هو الحل المثالي لمشاكل القلب، لأن الغضب، ما الذي يحدث أصلا في جسد الإنسان عندما يغضب؟ يجب أن تعلم ما الذي يحدث حتى تعلم ماذا يحدث لحظة الصبر. عندما يغضب الإنسان فإنه يعود لغريزته الحيوانية، الغريزة الحيوانية التي وضعها الله في الكائنات الحية تجعل هذا الحيوان يغضب وينفعل ويركض ليصطاد الفريسة أو ليهرب من موقف ما. يعني الغضب هو رد فعل، صحيح، أحيانا يكون لا شعوري. ما الذي يحدث في القلب؟ القلب تتسارع دقاته، يسرع كثيرا، يضخ كميات كبيرة من الدم، نسبة السكر تزداد في الدم، كثير من الهرمونات تبدأ يعني تخرج بغزارة، لأن الجسم سيتهيأ للدفاع، لأن الجسم سيفهم أنه في حالة خطر. إذن شعور الغضب الجسم يفهمه أنني أنا الآن في حالة غضب أستعد للقتال. هذا الأمر عندما يتكرر ما الذي يحدث للقلب؟ يشكل ضغط رهيب على القلب وعلى الدورة الدموية، لدرجة أن القلب يضعف، ويمكن أن يعني كثرة الغضب يمكن أن تسبب احتشاء في العضلة القلبية. وهذا الكلام معروف لدى جميع الأطباء، حتى إن معظم أو كثير من حالات الموت، ما يسمى بالموت المفاجئ كما وجد العلماء، نتيجة دخلت تأتي القلب بعد نوبة غضب بساعة أو ساعتين. طيب العكس ما هو؟ الصبر. الصبر، الصبر يوفر على جسدك كل هذا العناء وكل هذه الهرمونات التي تفرز وكل هذا الضغط الجسدي والنفسي، وهذه المضخة التي هي القلب ترتاح تهدأ. فهناك فوائد عاجلة لصحتك أيها الإنسان إذا صبرت. يعني هذا قبل تماما مثل الفوائد العاجلة للصيام أو للصلاة. أنت عندما تصوم، هناك بروفيسور أمريكي يعالج
أمراض السرطان بالصيام فقط، بالامتناع عن الطعام والشراب واتباع نظام غذائي يقوم على أن تمتنع عن الطعام والشراب لمدة 16 ساعة كل يوم. حتى إنهم اخترعوا نوع لدينا، هو الإسلام على الطريقة، طبعا الصيام على الطريقة الإسلامية، اسمه صيام 16-8. ماذا يعني 16-8؟ يعني تمتنع عن الطعام 16 ساعة وتأكل ما تشاء 8 ساعات، المجموع 24 ساعة. هذا النظام نفس نظام الصيام تمام عندنا. بالضبط. نعم بالضبط. حتى إنهم كانوا يعتمدون على أنظمة أخرى، أن تشرب بعض العصائر أو بعض الكذا، كلها كان لا فائدة منها. قال يجب أن تمتنع لمدة 16 ساعة تقريبا لكي تماما. يقوم الكبد بعمله، ويقوم لابد من فترة طويلة تمنع عن جسدك الطعام والشراب. إذن الصيام أمرنا الله به وقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وخصص بابا لا يدخله إلا الصائمون، هو الريان، الريان. نعم. أبواب الجنة، وله فوائد كثيرة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا. صلى الله عليه وسلم. فوائد كثيرة كثيرة جدا. والصوم جنة وكذا وكذا وكذا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن حزمة الفوائد هذه أحيانا الإنسان قد يغفل عنها، يتقاعس عنها، يقول لك يعني يوم القيامة، نحن بعيدون عن يوم القيامة، فأعطاك فوائد عاجلة، أنت تصوم اليوم تأخذ فائدة بنفس اليوم، الصبر أنت تصبر تأخذ فائدة لقلبك ولحالتك النفسية، ولتتخلص من موضوع حب الانتقام، لأن هذا الموضوع مدمر. إذن الصبر له أثر طيب على القلب وعلى الدماغ وعلى كل أعضاء الجسد. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال له يعني أوصيني، قال له لا تغضب، أوصيني لا تغضب، قالها ثلاثا. نعم. وبعدين في الآخر قال له لا تغضب ولك الجنة. صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. ننتقل إلى نقطة أخرى باشمهندس. نعم. إلى الصبر بقى وكيفية تحقيقه على الأرض الواقع. هناك من ابتلي بفقد عزيز لديه. نعم. هناك من ابتلي بفوات أمر دنيوي. هناك من ابتلي بعقوق ابن من أبنائي أو نشوز زوجتي. كيف يتحقق فينا الصبر بقيمته وفضله في حياتنا العملية؟ في حياتنا العملية أنت اليوم، بالنسبة لنا نحن اليوم، أنت مرغم على الصبر شئت أم أبيت. يعني عندما يصاب الإنسان بمرض ليس لديه أي حل آخر إلا أن يصبر. لا، بس هناك فرق بين الصبر عن رضا وقناعة نفسية وعن راحة نفسية واطمئنان. نعم. قلبي. نعم. ولديه يعني حسن اليقين بأن جزاء الصبر عند الله سبحانه. نعم. وتعالى. والثاني بقى مجبر أخاك لا بطل يعني. إذن الصبر نوعان. نعم. نوع معظم الناس يصبر مرغم ومجبر، ونوع صبر الرضا. نعم. يعني صبر إجبار أو صبر إكراه، أنا مكره ليس أمامي أي طريق آخر. إنسان أصيب مثلا بمرض عضال وفشل الأطباء في علاجه، هو يصبر، ولكن هذا الصبر هل هو مكره عليه أم أنه يصبر صبر الرضا، أنه راض؟ هنا الفرق بقى. فنحن في الواقع العملي النتيجة واحدة، أنا سأصبر سأصبر، ليس أمامي خيار آخر. ولكن هناك فرق كبير جدا بين صبر أن المكره. تكون مجبرا أو مكرها، أو أن تكون راضيا. طب عفوا للمقاطعة. إذن السؤال. نعم. عفوا للمقاطعة، يعني هل هناك يعني دلالة ربط بين الصبر والرضا، ويعني أحدهم متركب على الآخر ولا؟ طبعا متلازمان. متلازمان. فإذا السؤال الذي تفضلت به يمكن أن نعيد صياغته ونقول كيف نصبر صبر الرضا. نعم. هذا هو الذي نستفيد منه. نعم. أما الصبر الآخر كما قلنا كل الكائنات تصبر. طيب. ولكن من دون فائدة. صحيح. صبر الرضا، أولا أنا يجب أن أعلم أن الله عز وجل الذي خلق الكون وخلقني لأنه يحبني،
الله عز وجل يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نعم، إذن الله أكرمني قبل أن يخلقني، أنا مكرم عند الله، والله يحبني لأنه دلني على طريق الخير. لذلك عندما يبتليني الله ببلاء معين، بمشكلة معينة، أقع في مشكلة لا أجد لها حلا، يجب أن أعلم أن الله عز وجل له حكمة وهدف عظيم من وراء هذا الابتلاء، وليس عشوائيا. فعندما أصاب بهذا البلاء، أول شيء يجب أن أرد هذا البلاء لله، هو صاحب البلاء وليس للظروف. يعني هناك إنسان يقول لك: أنا لو لم أركب في هذه السيارة لم أصب بهذا الحادث، أنت السبب أو فلان السبب، أو لو أنني لم أفعل كذا لما وقعت في كذا. سيعيش في دوامة من الحزن والاكتئاب والقلق والتساؤلات والهم والغم. نقول لا، القرآن أراحنا في آية كلماتها قليلة، ولكن إذا أردت أن تتفكر وتتدبر تحتاج إلى سنوات، معاني كثيرة. نعم نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. نعم. نعم، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن أنا عندما أعلم أن الله عز وجل هو الذي ابتلاني، أول شيء أنا ألغيت قانون الاحتمالات أن فلان وفلان وفلان وفلان، وتخلصت من لوم النفس، أنني ألوم نفسي لماذا فعلت كذا، لماذا كذا، لماذا كذا، تخلصت من وساوس الشيطان هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن لو تفتح عمل الشيطان. تخلصت من مخاوف الشيطان ووساوسه، وعلمت أن هذا البلاء الله هو الذي ابتلاني به، وأنه لن يكشف هذا الضر إلا الله. إذن أنا مباشرة ألجأ إلى الله بالدعاء. الله أكبر. وما دمت بدأت بالدعاء، سيدنا أيوب صبر كثيرا، استحى أن يطلب من ربه أن يشفيه. انظر إلى ماذا قال. نعم، انظر إلى أدب الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طيب أين لم يطلب الشفاء، لم يقل الشفاء. يا رب اشفني، يا رب أعطني. هذا من أدب الأنبياء، من ومن أدب الله. وعلم أن الله أعلم بحاله سبحانه وتعالى. يعني أنا لا داعي أن أطلب من الله، الله يعلم، هو الذي ابتلاني وهو الذي يكشف. ولكن هو يناجي ربه، يعني: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش اشفني، ولم يقل اشفني، ولم يقل ارزقني، ولم يقل يا رب أبعد عني كذا، أو نجي، أو مثلا أبعد عني الشيطان. طب عفوا، يعني نقف عند هذه الجزئية. نعم. في سورة الشعراء، فضلت الأستاذ، يعني ربنا: وإذا مرضت فهو وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني. بالضبط، نسب المرض لنفسي. لنفسي. نعم. نعم. ملمح برضو يا ريت نوضح للسادة المشاهدين. وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. الأنبياء، لاحظ كل الأنبياء، يعني مثلا سيدنا زكريا لم يقل يا رب أرزقني الولد. صح؟ لا يوجد في القرآن هذا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سلم القضية لله يا رب، يعني أنا وحيد، لا تتركني وحيدا. لاحظ، يعني فهؤلاء الأنبياء علموا من هو الله. فسيدنا إبراهيم علم أن له ربا يرزقه، يطعمني ويسقين، يهدين، يشفين، يميتني ثم يحيين. فإذا أنا لي إله عظيم، أنا ذاهب إليه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا الإله إنه كان بي حفيا، إنه يعني الله لن يتخلى عني بهذا المعنى. فأنا أريد من كل أخ حبيب وأخ صابر أن يعتبر أن الله عز وجل قريب منا جدا، يريد لك الخير، الله يحبك ويحب لك الخير. إذا صبرت
يعطيك فوائد عاجلة لراحة جسدك ولت يعني لتحصل على نفسية هادئة. لأن اليوم مرض يعني الاضطراب الاكتئاب والقلق مدمر جدا. كثير من الناس يعاني لديهم مخاوف ولديهم قلق ولديهم كذا ضيق الرزق السبب عدم إحساسك بالقرب من الله عز وجل. يعني مهم جدا أن تشعر أنك قريب من الملك سبحانه وتعالى، لأن هذا الإحساس يعطيك قوة ويعطيك راحة نفسية. يعني الله عز وجل يقول لك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنا كيف أحصل على هذا الإحساس، إحساس القوة؟ من خلال ثقتي بالله عز وجل. وبالتالي ما دام هذا الإله هو الذي ابتلاني وهو الذي أراد لي هذا البلاء، لابد أن يكون فيه الخير. لذلك أنا أصبر وأرضى، وكما قلت الصبر لا ينفصل عن الرضا أبدا. الصبر والرضا متلازما. الصبر بالمعنى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يعني عندما تصبر ابتغاء وجه الله يجب أن تكون راضيا بشكل كامل بقضاء الله عز وجل. لذلك هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، لماذا رضوا عنه؟ نحن بحاجة أن يرضى الله عنا، ولكن هل الله يحتاج أن نرضى عنه؟ لا. ولكن أنا عندما أرضى عن الله هذا فيه فائدة مادية لي أنا. لماذا؟ لأنك أنت عندما تقوم بعمل وأنت مقتنع به، كم هناك فرق شاسع أن تقوم بعمل وأنت مقتنع أو تقوم بنفس العمل وأنت مجبر عليه، مكره عليه. صحيح. إذا كنت مقتنع ستعمل بحب. 24 ساعة. صحيح. ولا تمل. صحيح. وإذا كنت كاره لهذا العمل ما بتصدق يخلص بقى يعني وضع تعيس جدا. صحيح. يعيشه الإنسان. لذلك أنت عندما تصبر وأنت راض وأنت ترضى عن قضاء الله عز وجل، ما معنى ورضوا عنه؟ أي أنك رضيت بقضاء الله وقدره، بقضاء الله وبكل ما قدره الله لك وبكل ما قسمه الله لك وبكل ما ابتلاك الله به أنت راض. ولذلك أستاذنا وهذا يعني معنى تذوق الإيمان، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر على أن نعود مرة ثانية.